تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم مركز الشارقة الإعلامي النسخة السادسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ويشهد هذا الحدث اجتماع نخبة من الإعلاميين العرب والعالميين ورواد الفكر الحكومي. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من الشارقة السيد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. مساء الخير سيد طارق، وبداية لو تحدثنا عن موضوع الدورة السادسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي وأبرز المحاور التي سيتم طرحها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على اتصالكم وإتاحة المجال لنا في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للحديث عن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في عامه السادس. في الحقيقة هذا العام إن شاء الله سوف يكون المنتدى مختلف من حيث المضمون والشكل. حرصنا هذا العام على شعار هذا العام سوف يكون مشاركة مجتمعية تنمية شاملة. هناك 6 جلسات رئيسية سوف تناقش العديد من القضايا التي تخص الاتصال الحكومي. أيضا ركزنا في هذا العام على العديد من ورش العمل الجانبية. سوف من خلال شعارنا مشاركة مجتمعية، هناك مشاركة مجتمعية أيضا من أخواننا المعاقين الشباب وحتى الأطفال والأخوة الإعلاميين والزملاء الصحفيين. سوف تكون ورش عمل متنوعة في أروقة هذا المنتدى، بالإضافة إلى الجلسات الرئيسية اللي سوف قضايا التنمية والاستدامة. نعم، بالإشارة إلى قضايا التنمية المستدامة، كيف من الممكن أن يخدم الاتصال الحكومي أهداف التنمية المستدامة؟ طبعا اليوم الاتصال الحكومي جزء رئيسي في عملية الاتصال التنموي. اليوم في الدول العربية بشكل عام هناك أزمات بشكل عام. اليوم سوف نناقش جميع القضايا التي تخص التنمية المستدامة من حيث مواجهة الإرهاب، التعليم، أيضا اللجوء السياسي، وأيضا في قضايا كثيرة سوف نتم مناقشتها، وإن شاء الله نستفيد من توصيات هذا المنتدى. في آخر جلسة من جلسات المنتدى سوف نطرح كافة التوصيات إلى اللي حاب يستفيد أيضا من نتائج هذا المنتدى، وسوف توفر أيضا من خلال وسائل الإعلام ومختلف الوسائل الموجودة. نعم سيد طارق، هذه هي النسخة السادسة من المنتدى، هل تجدون أن تفاعل المشاركين وإدراكهم لأهمية تطوير الاتصال الحكومي قد تطور منذ النسخة الأولى للمنتدى؟ نعم، في الحقيقة نحن في العام الأول من تنظيمنا لهذا المنتدى كان الأقبال، تفاجأنا في الحقيقة على الأقبال في هذا المنتدى. شعرنا بالاهتمام الكبير في موضوع الاتصال الحكومي. اليوم والله الحمد في النسخة السادسة التسجيل للحد الآن تسجيل عبر الموقع الإلكتروني فاق 2500 تسجيل، فهذا رقم كبير جدا. حضور من مختلف دول العالم متواجدين معنا اليوم إن شاء الله غدا في افتتاح المنتدى، هذا دليل على اهتمام كبير من مختلف الدول، من مختلف، لأن اليوم إحنا مفتقدين لموضوع الاتصال الحكومي، فهذا الجزء مهم جدا في التواصل مع الجمهور ومع وسائل الإعلام. نعم السيد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. المغرب تجمع الرحل من جميع أنحاء العالم على مائدة الموسيقى التراثية.